لا تقتصر عمليات السرقة التي ارتفعت نسبتها بشكل كبير في لبنان الذي يشهد أزمة مالية اقتصادية غير مسبوقة على السيارات والدراجات النارية، إنما تعدتها في الأشهر الماضية لتطال أملاك عامة، ما أدى إلى تفاقم الأزمات التي يرزح تحتها اللبنانيون. اليوم جاء دور سرقة معدات تابعة لأوجيرو، اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، وأبرزها كابلات وبطاريات ومولدات، ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الهيئة نتيجة غياب الموازنات والأموال اللازمة لشراء قطع بديلة. للإضاءة على هذه المشكلة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدي. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. بداية، منذ متى بدأتم تواجهون مشكلة سرقة معدات الاتصالات؟ صراحة مسلسل السرقات ابتدى تقريبا مع بداية الأزمة الاقتصادية، يعني من تقريبا شي سنة، ولكن كانت بعضا بطريقه ما مقبوله، ل يعني طبعا الوضع مش مقبول، بس انه كان حجمها قادرين نحن نتعامل نحن وياه، بس ولكن اشتدت الازمه من اربع اشهر وجاي، صار الحجم السرقات اللي عم تتعرض لها هيئه أوجيرو صارت حجمها كثير كبير، وصار ياثر على نوعيه الخدمه وعلى استمراريه الخدمه ببعض المناطق. نعم. أنتم كهيئة أوجيرو رفعتم الصوت ونبهتم من تفاقم عمليات السرقة، هل كان هناك تجاوب من قبل وزارة الداخلية أو من المسؤولين؟ بطبيعة الحال ما فيني إلا أقول إنه الأجهزة الأمنية تعاونت معنا بشكل جدي، ولكن نحن ما بننتظر إنه يكون في شرطي على كل محطة أو بكل سنترال. هيدا المجهود لازم يكون مجهود جماعي من قبل الشرطات، شرطة البلدية بالمناطق، الأهالي والقوى الأمن، لحتى نقدر نحن نحد من هالخسائر اللي عم تتعرض لها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو. ولكن القوى الأمنية عم تعمل جاهدة لتحد من هالظاهرة، ولكن اليوم السرقات عم بتصير على كافة الأراضي اللبنانية بمختلف ساعات من النهار، اللي هو شغلة كثير صعبة إنه تتعامل مع القوى الأمنية صراحة. نعم، الأستاذ عماد كريدي، شكرا لك على هذه المداخلة.